على كل الاحوال كنا بنقول لكم من شويه ان في شويه اخبار عايزين نعرف حضراتكم تفاصيلها من ضمنها الخبر ده طبعا متعلق بالاتحاد المصري لكره القدم اللي ارسل اسماء الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه خلال الموسم القادم ده طبعا بعد التاكد من موقف كل فريق على حده في مسابقه الدوري العام اوضح الاتحاد في خطابه طبعا اللي كان ارسله الى الكاف انه تقرر مشاركه الاهلي وبيراميدز في النسخه المقبله ان شاء الله من بطوله دوري ابطال افريقيا وبيشارك فيوتشر والزمالك في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه في ظل تاكد حصول النادي الاهلي وبيراميدز على المركزين الاول والثاني في جدول ترتيب الدوري العام واستحاله تراجع اي واحد من الاثنين للمركز الثالث اما فيما يخص مشاركه فيوتشر والزمالك في كاس الكونفدراليه الافريقيه فده نظرا لحصولهم على المركز الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري وكمان استحاله تقدم اي فريق من الاثنين للمركز الثاني استقر اتحاد الكره على مشاركه صاحبي المركزين الثالث والرابع في الدوري العام في كاس الكونفدراليه حالة انتهاء بطولة كأس مصر قبل الموعد المحدد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم لإرسال طبعا أسماء الأندية المشاركة في المسابقات الافريقية طبعا زي ما أكيد كل حضراتكم عارفين النادي الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال افريقيا وشارك في النسخة الماضية من البطولة طبعا مع الزمالك فيما شارك بيراميدز وفيوتشر في كاس الكونفدراليه والحقيقه اكيد احنا بصدد برضو ان شاء الله نسخه جديده من بطولات كبيره نتمنى ان احنا نشوف من خلالها فرقنا الوطنيه المصريه بتتالق على منصات التتويج. المشكله لك. او الفكره مش ان انا اشارك بس يا كريم انا عايز اشارك وعايز اعمل حاجه اعمل طبعا. رقم اعمل بطوله اعمل اداء جيد في الملاعب هي دي النقطه كلها